السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج ده ممتاز جدا، فادني كتير في شغلي. عبارة عن ايه؟ ان هو بيفحص فولدر كامل او ممكن البارتيشن كله، ويبدأ يشوف الملفات المتكررة وينبهك ليها ويلغيها لك. تمام. انا منزل نسخة بورتابل، كل اللي عليك ان انت تيجي هنا هتدوس على علامة الزائد وتضيف فولدر معين، ممكن تضيف اكتر من فولدر وهو يبدأ يقارن بينهم. يعني ينفع تضيف فولدرين، مش لازم تاخدهم كوبي بس تحطهم في فولدر واحد. يعني اختار مثلا الكتب اللي عندي، تمام، واقول له اسكان، هو هيبدأ يشوف اللي يقارن بين الملفات من الاسامي ومن المساحة والحاجات دي كلها، ويجيبهم لك كلهم ويقول لك نسبة مثلا ان هما 100% مع بعض زي بعض بالظبط، لا او مثلا في اختلافات وهكذا. هو جابهم لي زي ما انت شايف، في ملفات كتيره 100%. تمام. ده الملف اللي هو مش هيتلغي، ودي الملفات اللي انت ممكن تلغيها. يعني عندي كتاب هو متكرر مثلا 4 مرات، فهو يلغي 3 منهم. تمام. وممكن تقول له بقى ايه، اظهر لي الحاجات اللي متكرره، وتعمل سيلكت اول. والاكشن هنا ممكن تقول له ابعتهم على ريسايكل بين او احذفهم لي تماما زي ما انت عايز. في ثواني بتفضي مساحة كبيرة وبتتخلص من ان يبقى فيه احتمال ان ملفات كتيرة مكررة، ممكن تعدل في واحد وبعد شوية تعدل في واحد تاني، ولو عندك ملفات كتيرة فيها مشاكل.